نعطيك قصيدة البلادي أطرب سو الإنسان زي ما نقولوا الماجيناسيون هكذا إنسان وحده في بلاصة خالية وما كان حتى بنادم أضرب سوسطة شايف خلوية ويمشي وحده هكذايا ويحكي لست الملامة أنت عصفور في الرأس الدوامة أصبحت مكبا للقمامة يا من كنت في الماضي كاليمامة شتاؤك غامض ربيعك الزاهر خريفك ثائر لم أختر ليكون ابنك بل أنت من اخترت يا الجزائر يتنكرون بلباس الفرسان وهم ذئاب يتقنون النسيان لم أقرأ عنك فما كتبه عليك خاطئ بل عبرت عنك بواقع أليم صادق اعذريني يا الجزائر ابنك بين القطبان مسجون ثائر اعذريني يا الجزائر أريد أن أكشف ما وراء الستائر نريد نورا في الظلمات أصبحنا كالجثث بدون حياة لماذا رجالك كالفتيات لماذا نساؤك عاريات لماذا أطفالك بدون مبات لماذا شبابك بزوارق النجات لا نريد الدماء في الطرقات فاللسان سلاح بالكلمات حرية تعبير خويا لازم يعطيك الصح خويا يسلمك يا هدرت اخويا من القلب وحسيتها من القلب صح بيان سير يا اخو وان شاء الله الرساله توصل ورساله واضحه ياسر خاطرك ما كانش جان في الجزائر ما يحبش الارض هذه بيان سير وما كانش جان في الجزائر يقبل بواحد يجي فزد له بلاده ولا يدير فيها المنكر ولا يعوجها ولا صح يعطينا الصحه هذا ودوك رجعونا احنا الغلطين والشغل الوقت الغلط ولا هو الصحيح والصحيح هو الغلط لمتابعة البث الحي والمباشر لقناة الخبر كي بي سي على هواتفكم الذكية ما عليكم إلا الدخول إلى الموقع القناة على kbcalgerie.tv واضغط على زر البث المباشر اختر بعدها أي تطبيق أو نظام تشغيل مناسب مع هاتفك الذكي ثم ادخل لمشاهدة البث المباشر للقناة كي بي سي قناتكم في كل مكان